ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الربع الاخير لعام 2021 لاصحاب برج الميزان. برج الميزان، احنا طبعا يعني بدايه الربع الاخير باعياد ميلادنا، لا في نوع من انواع الحب والسعاده والتفوق وحاجات كتير كده، هنكون حاسين بنفسنا قوي. بدايه مشرقه بالنسبه لنا. الربع الاخير انا بسميه مش نهايه السنه، لا ده بدايه سنتنا احنا يعني. فهيكون بالنسبه لاصحاب برج الميزان بدايه قويه قوي قوي، انتقال في امور كتير مختلفه في حياتك الى الايجابيه، الى الاستقرار، الى النجاح، الى تكليل الامر بنجاح. بمعنى ان عندك امور كانت على كف عفريت مش عارف توزن الكفه بتاعتك بمعنى اصح، الى ان يا برج الميزان انت بتكون قادر على الوصول بشكل جيد، قادر على النجاح، قادر على استكمال الخطوات بامور موفقه، عروض قويه جدا جدا بالنسبه لك، تقييم رائع جدا، خطوات قادر اقول ان هي قادره على انها تنقلك من مرحله لمرحله تانيه احلى. بالنسبه لك كمان كتير هيكون عايز يقرب منك، وكتير عايز ان هو يتصالح معاك. ليه؟ لان كان في حد بيواجهك او بيهاجمك، كان في نوع من انواع الخصومه او في نوع من انواع الحقد ابن اللذينه الموجود في نفوس الاخرين، ولكن طبعا الحقد ده نهينا ان هو موجود على تاثيرات عاطفيه وامور مهنيه. بمعنى ان انت ممكن تكون انجح من فلان مهنيا فيبدا يتغاظ منك جدا ويلقح عليك بالكلام ويحكي هنا ويحكي هنا، وانت قاعد في امان الله وبيوصل لك كل كلمه من الناس اللي هم بيحكوا لهم وبيبقى شكلهم وحش جدا. فانت عندك ده قوي يا برج الميزان، ان الفلان اللي هو دي او ده بيحكي للفلان دي او ده، فبيبدا ده او دي يحكوا لك، فتبدا انت تفهم بقى وتفهم ده، يعني تفهم الاثنين مع بعض، تفهم ان ده عايز يضرب اسفين في ده وان ده ابن لذين حاقد عليك. هوب تلاقي ايه بقى في خلال الربع الاخير؟ ان اللي كان بيحكي عليك ده عايز يقرب منك، تخيل انت البجاحة. فتبدأ اللي هو هتلاقي منك تشير، هتلاقي منك تشير قوي 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 قوي، عشان انت احسن منه، او ممكن تكون مثلا لقطت حاجة مش كان هيموت عليها هو. فانت عندك ده جدا يا برج الميزان. تمام، وضحت لكم كده حاجة كده في البداية، لكن خلوني ان انا اتكلم بشكل شوية اللي هو مش تفصيلي للوضع العام اللي هتكلم عنه لخلال 3 شهور جايين. الوضع المهني مبدئيا، الامور المهنيه خلونا ان احنا بقى كده يعني نشوف التقدم اللي احنا داخلين له، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده لو تفتكروا الفتره اللي فاتت، ان انا قلت لكم ان فتره الاخر او ربع الاخير من السنه هي فتره النجاح وفتره تعب بالنسبه لنا، مش فتره سهله، لا فتره تعب. بس الفتره دي اللي هيتعب فيها هيلاقي. الامور المهنيه بالنسبه لنا، انت التالق هتكون متالق اكتر منه بمقابل، مش هتكون متالق وانت قاعد، لا على فكره انت هيكون المقابل بالنسبه لك ان انت تتعب اكتر. كل ما تتعب كل ما هتلاقي، كل ما انت تبقى عندك فكره الاصرار والاراده ان انا انجح وان انا اتطور وان انا اوصل، فبتوصل بالفعل. هدفك بيكون معاك، او الحظ بيلحقك جدا جدا لما بيلاقيك بتتعب يقول لك لا انا مش مضيع تعبك ده على الفاضي، انا هنجحك، انا هوصلك. فانت عندك ذكاء قوي قوي، اتقان للعمل بشكل قوي، ذكاء في التكتيك والتخطيط والوصول والاهداف، وكلامك وسرعه بديهه عاليه جدا جدا بالنسبه لك، ونوع من انواع ان انت عايز تلقط الامور ببعضها او تقرب الامور ببعضها، فبالتالي تحسب خطواتك بشكل صحيح. عندك زي ما قلت لك ذكاء في التكتيك والتخطيط للنجاح المهني، فده امر قد ايه بيساعدك جدا وبينجحك كتير. مش بس كده، لا كمان عندك اشخاص واقفين معاك كتير ومساندينك كتير. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، على قد ما عندك نوع من انواع تشويه في السمعه، يعني اشخاص اللي هو بس اللي بيشقوا سمعتك على فكره متغاظ منك، لان برج الميزان انت هتكون انت شخص جدع وهتكون بتميل الى الجدعنه اضعاف مضاعفه، يعني تساعد ده وتقف جنب ده وتعمل مش عارفه ايه، وعايز ان انت تبقى شخص لا انا 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 جدع بس انا برضي ربي بس. فانت هيكون عندك ده، ففي على قد ما اشخاص بيشوهوا سمعتك على قد ما اشخاص تانيين واقفين معاك وبينجحوك وبيسندوك، لان هم عارفين ان انت بيقدروك بمعنى اصح، عارفين اللي انت بتعمله، عارفين اللي جواك بشكل قوي. فعايزه اقول لكم ان احنا مش عايزين نزعل اللي هو ان فلان ليه بيقول علينا كده، ولا فلان ليه متغاظ مننا كده، ولا فلان ده حاقد علينا ليه كده في داهيه.
في داهيه، عندك الناس اللي هتعوضك وتساندك بشكل قوي. تمام تمام باقي الامور المهنيه، عندك ترقيه قويه قوي، عندك عروض متميزه لم تخطر على بالك من قبل، عندك اجواء اقدر اقول انها لطيفه جدا 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 في الوضع المهني، لان عندك ذكائك متحكم، لان عندك خبرتك متحكمه، لان انت عندك عارف فكره برج الميزان. انا اقول لكم على حاجه مهمه كتير، عارف الوقت القليل اللي ممكن تتعب فيه بتكون فيه خبره سنين، وده من ضمن الذكاء الموجود عندك، وهتكون بتعتمد في خلال الفتره دي على خبرتك وذكائك وسرعه البديهه بالنسبه لك. اذا انت كنت ناجح، وطبعا الحركه والنشاط، اذا اعتمدت على الحاجات الاربع خطوات دول فهيكون عندك نجاح مهول قوي، وصول لحاجه كده يعني رائعه جدا جدا تكاد تحسد عليها يا عزيزي. خلي بالك كتير عشان الحسد هيبقى شيء مش لطيف. ما هو خلينا ان انا اقول لكم على حاجه، ما اصل الشمس هتكون موجوده عندك في اول 3 اسابيع من اكتوبر، بعد كده بيخش بيتك الثاني بيت المال، بعد كده الوصول، فاهمين انا اقصد ايه؟ فعندنا الاجواء بالنسبه لنا مميزه جدا، ومع التوقعات الشهريه هوضح لكم ده كله، برغم ان احنا ممكن نقابل متاعب او مسؤوليات ولكن هنكون قدها، واللي هيكون بيقدر انه يثبت نفسه صح هيوصل صح. انا بعد لكم النقطه دي كتير عشان تاخدوا بالكم، عشان الحاجه مش هتيجي بسهوله ابدا، مفيش حد بيجي له حاجه بشكل سهل الا لما بيتعب، بس تعبك اللي هو انا اتعب مثلا اللي هو 50% بلاقي 100%، فاهمين انا اقصد ايه؟ طيب بالنسبه للامور الماليه، في فلوس حلوه جايه لك، في وضع مالي جيد، في مصاريف حلوه كتير بالنسبه لك برضو كع كتير، في عندك يعني في مصاريف في فلوس، عندك اللي هيكون بيميز اكتر او اللي بيزود فلوس اكتر ان انت عندك مجال جديد او اضافه مهنيه بتستخدمها بذكائك وسرعه بدايتك، يعني في اضافه او مجال جديد، وبالنسبه لك في ميراث جاي لك يا برج الميزان. طيب او فلوس جايه لك من امور قضائيه، يعني لو ليك فلوس عند حد فبترجع لك. اما بالنسبه بقى للشأن العاطفي، يا حب 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 حب، عندنا اجواء عاطفيه كتير، رومانسيه كتير، زواج، خطوبه، بدايات كتير مميزه للناس اللي مش مرتبطين، وعندك قلق في الفتره دي شويه كده، لان انت عندك قلق، لا هو بيحبني ولا لا، طب هو ممكن يكون معجب بيا، او انت مشدود لشخص ما بس مش عارف هو مشدود ليك ولا لا. كتير من اصحاب برج الميزان، انت بتسمع الفيديو ده من اواخر شهر سبتمبر، هتلاقي ان الوضع العاطفي معاك بيتبلور ناحيه النجاح، يعني مش من اكتوبر واخر اخر 3 شهور ونص، يعني فاهمني ونص كده، فتلاقي ان انت وضع عاطفي الى حب، عاطفة، بدايات، رومانسيات، اجواء لذيذة، فبتكلل بالنجاح بزواج، بخطوبة، وبيبدأ عليها تأثير كتير جدا جدا. وبالنسبة لي الناس المتجوزين في حلقات كبيرة من التفاهم، من الحب، من رومانسية، من مواليد، في انتقال سكني او انتقال من مكان لمكان او تحضير لانتقال سكن على فكرة، فعندك ده قوي، انتقال من فترة مثلا مخطوبين لمتجوزين، من متجوزين لمولود، من مولود لتجديد في حياتنا، من خلافات لتصالح وحب ورومانسية. والوضع العاطفي ما بين قوسين احذر من اعداء متربصين عايزين لك ان هم يشمتوا في العلاقات العاطفية، يكاد يكون اشخاص معقدين عاطفيا فعايزينك ان انت كمان تتعقد، يا اخي احنا مالنا بيك يا اخي، احنا مالنا بيك، انا مش فاهمة بصراحة يعني. فاللي هو في ناس كتير عندهم ده، كونوا حذرين. برج الميزان، سواء انت كنت بتحلم باحلام مش حلوة او ان انت بتحس احساس مش حلو لان احساسك قوي قوي وانت شخص روحاني جدا، فبتحس ما لا يحس به الاخرين، بتحلم بحاجات بتوضح كتير اللي عندك والجو اللي عندك، فاذا كان عندك حاجات من الملبشة دي وانت اكيد فاهمني، فعليك انك تكون مركز لانه بيأثر كتير على الوضع العاطفي اولا لان هيكون عندك فشل عاطفي، فعليك انك تحصن نفسك وتصلح من الحاجات اللي موجودة عندك لانك مصاب بحاجات مش لطيفة. فخلي بالكم نسبة قد ايه؟ 40%، يعني داخلين على النص والله العظيم. خلي بالكم وهتتعرضوا لسحر او حسد كبير، والحسد بيبقى امر من السحر. اما بالنسبه للناس المنفصلين، لا ده انت عندك مش الشخص الماضي عايز، لا هو مش عايز يرجع، هو ندمان، فعندك الماضي عنده حاله ندم، بس برج الميزان انت هتلاقي نفسك ان انت بتفكر في الجديد، بتفكر في حياه جديده اصلا، وانت حياتك بتتجدد، لانك قادر على انك تسيطر على مشاعرك خلال الفتره دي، وقادر على انك تفرح، وحقك بيرجع لك لحد عندك، وبتبدا تشوف ان اللي ظلمك بيتظلم، وبتبدا تشوف ان حاله حب جميله جدا جدا قادره على انها تعوضك، وتعوضك كتير بمعنى الكلمة. عشان
كده انا بطالبكم بالتحصين، بطالبكم ان انتوا تاخدوا بالكم كتير في الشؤون العاطفيه بالذات بالذات، لان على فكره الحسد بيأثر على العاطفه اولا، بيأثر على ال 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 الحاجات اللي مش الطاقه السلبيه بتأثر على العاطفه اولا، لانه بيكون حاجات عاشقه شويه، فخلي بالكم كتير. وطبعا فيما يلي الامور العاطفيه الوضع المالي، يعني يتاثر بيه شؤون ماليه، يتاثر بيه مصاريف اكتر، بيتاثر بيه وضع مهني، فخلي بالكم من الحاجات دي ارجوكم. عليكم بقى بسوره البقره وسوره الدخان كتير، انتوا اللي تقروها بنفسكم على فكره، ما بتاخدش والله وقت. ناس كتير سوره البقره كبيره، ايه يا جدعان يعني والله ولا كبيره ولا حاجه، ده هي 50 دقيقه بالظبط كده، ولو انت بقى سريع وحافظ كده في النص فتلاقي نفسك ممكن تعمل معاك 40 دقيقه يعني. المهم بالنسبه للامور العائليه، الامور العائليه انت عارف ان الوضع العائلي عندك ملبش، مش الطف حاجه، عارف كويس قوي ان في عندك حاقدين كتير، وعندك ان انت اللي قريب منه قريب منه بالعافيه يتقي، فانت عندك ده، بس عندك الافضل ان انت قادر على انك تسيطر على مشاعرك في الامور العائليه، اللي هو الجدعانه اللي بقضيها مع اي حد، الحب اللي بمارسه مع اي شخص، ده اللي هو يعني الحب اللي انا بموده، الموده ان انا اود اي حد، ان انا اقرب اساعد اساند مش عارف ايه، بتبدا تقول كله ببلاش، لا خلاص بقى، ما هو ما بيتحسبش بعد كده يعني، اللي هو ما فيش كلمه تقديريه او لا، بالعكس بلاقيه بحاجات مش لطيفه، فاللي هو بتبدا تلم نفسك كده يعني، بقى قادر على انك تسيطر على مشاعرك. كمان انت عندك الوصول لمعلومات قويه قوي قوي خلال الفتره دي، معلومات مميزه قادره على تغيير فكرك، قادره على ان انت تنتقل لمرحله تانية، عندك في كورسات انت داخلها، في عندك تكميل دراسه في خلال الفتره اللي جايه، وده برضو بينقلك لمرحله مختلفه بالنسبه لك. كمان انت عندك قوه في الشخصيه، اراده قويه جدا جدا، حلم للوصول لهدف معين، لان عندك مجموعه من الاهداف عايز توصل لها، وعايز ان انت توصل ليه اخر السنه قد ايه تكون محقق الاهداف دي. التوقعات الشهريه تبقى تفصيليه اكتر من كده، عشان اتكلمت على الصوره العامه، وزي ما قلت لكم ان زي ما الوضع ايجابي معانا قوي، بس لازم تتعب قوي، ولازم ان انت يبقى عندك طاقه ونشاط وانك تخلص وتسعى. عمر ما في حاجه هتيجي وانت قاعد، لازم تتحرك، لازم تشغل ده وشغل حركه كده. اشكركم جدا، بحبكم كتير، بتمنى لكم الحب والسعاده، بتمنى لكم كل حاجه حلوه، انتوا عارفين بقى. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.